جمهور نادي الزمالك بيقول له كفايه حازم. انا وقتها يعني طبعا يعني صعبه، يعني لعيب زي بقيمه كابتن حازم امام والناس بتحبه زي ما حضرتك بتقول، طبعا حازم امام معشوق طبعا الجماهير طبعا الزمالكاويه. شفت اول امبارح في المباراه عملوا معايا. فانا يعني شفت حضرتك انت، ما انا بقول لك فلما توصل انا يعني في زي ما بقول لحضرتك الشريط ده واصل لي شويه، انا خايف وقلقان جدا ان الموضوع ده يوصل معايا، ان انا ابقى في الملعب وجمهور ولا كفايه. فانا ما يعني ده اللي ملاني هو كابتن شوبير، ويمكن هو ده اللي يمكن بدات افكر فيه. فكر يعني ممكن تسيب النادي يعني بعد كل ده؟ انا طبعا بحب نادي الزمالك جدا وبعشق نادي الزمالك وبحب جمهوره، مش مساله ان انا اسيب النادي، يعني ان انا مش عايز اوصل للمرحله ان الناس تقول لك امشي. انا عايز حتى امشي، لو مشيت حتى امشي بشكل كويس، امشي في ذكرى كويسه بالنسبه لي. اتمنى ان السنه دي انا بقالي حوالي 6 شهور أو 7 شهور في عاده اقضيهم بشكل كويس في النادي، ناخد على الاقل بطوله. الناس زهقت من كتر الكلام. يعني انا وانا كمان ما عنديش مبررات لجمهور نادي الزمالك دلوقتي، ما اقدرش اقول لهم المباراه خلصت الحقيقه. يعني كل الشماعات اتكسرت. مفيش مبرر. يعني انا من وجهه نظري ان نادي الزمالك لو ما خدش بطوله في وجود الجهاز اللي موجود دلوقتي، كابتن حسن شحاته وكابتن اسماعيل يوسف والجهاز وكابتن احمد سليمان، الجهاز المحترم اللي موجود دلوقتي، صعبه جدا، صعبه بعد كده. لان انا المبررات كلها خلصت زي ما حضرتك قلت. ما عنديش حاجه انا اقولها للجمهور، هطلع اقول لهم ايه تاني دلوقتي؟ هنلعب وهنحاول كمان، خلاص الكلام انتهى. انا اقول لحضرتك الناس عندها حق، الناس زهقت من المبررات والشماعات. بس انا بتكلم بقى كعبد الواحد، قله البطولات او ان انت ما بتاخدش بطوله، ده اكيد عامل ضغط عند الناس. والناس زي ما بتقول حضرتك بتبص اللي هو اكبر واحد في الفرقه او كابتن الفرقه، فاكيد يعني ما انا شايف يعني انا جوايا حاسس ان الضغط بقى كتير قوي عليك انت كشخص. يعني كتير قوي يعني، ف ما اعرفش كابتن والله. يعني ممكن تاخد قرارات عصبيه يعني، مثلا ممكن تيجي على نهايه السنه تقول خلاص كفايه، لو انت حاسس ان الجمهور زهقان منك او زعلان منك. انا حسيت بكده ان الجمهور بدا يزهق مني. يعني يمكن عشان موجود بقى كتير قوي في النادي. بالعكس يعني انا فاكر انا لحد مثلا ما اعتزلت كانت علاقتي يعني انا ماشي من مباراه اعتزالي الحمد لله كان. بس انت كابتن انا بقول لحضرتك كنت بتاخد بطولات، فريقك بياخد بطولات ايا كان يعني. لا انا وجهه نظري، ما انا هقول لحضرتك لما يوصل يعني انا الموقف. اصل فريق جماهير بالشكل ده يعني مئويه، وانت خسران قبلها ب 48 ساعه قدام الشرطه، ويجي لك 100,000 ولا 60,000 في الاستاد. الجماهير بتحب نادي الزمالك. طيب يبقى بتحب نادي الزمالك، طالما عبد الواحد بيأدي